اهلا وسهلا بحلقه جديده من كانك هناك. النهارده هنكمل استكشاف مدينه ريكيافيك عاصمه جمهوريه ايسلندا. والحلقه دي تكمله الحلقه اللي فاتت، اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت يروح يشوفها، ما تنساش تشترك بالقناه. وهيا بينا الى عاصمه الثلج والنار، عاصمه ايسلندا ريكيافيك. احنا دلوقتي في وسط مدينة ريكيافيك، في السنتر تبعها، مساحة اسمها ساحة أستور فولر. الله يعيني على الكلام، على الأسماء الغريبة بتاعتهم. المهم ألوان جميلة جدا، طريق قوس قزح. طبعا تعرف قوس قزح ترمز لإيه في أوروبا؟ قوس قزح بترمز للمثلية الجنسية. اللي حصل إن كان في مهرجان للشواذ هون، عاملين مظاهرة طالبين بحريتهم، ولكن لما المهرجان خلص أهل البلد عجبهم إن الطريق يكون شكله قوس قزح، يعني دخلوهم ألوان حلوة، فقرروا إن هم يخلوا الطريق زي ما هو بألوانه وما يغيروش لونه، يرجعوه للونه الأصلي، فضل طريق قوس قزح، مش عشان يعبر عن حرية مثلي الجنس في إن هم يعيشوا حياتهم بطريقتهم، ولكن الحرية لكل إنسان إنه يعيش بطريقة الحياة اللي هو يحبها طالما ما بيأذيش حد، هيك بيقولوا. وأنا ماشي هلا في طريق قوس قزح، رايحين للمعبد اللي قدامنا. ده هو معبد يمثل الديانة اللوثرية البروتستانتية، تقريبا بيمثلوا 95% من سكان البلد لحد سنة 2000. بعد سنة 2000 بقوا تقريبا 70%، نتيجة ان ناس كتير تركت الديانة كلها على بعض، ونتيجة هجرة اهل بولندا اللي هم اصبحوا 10% من سكان البلد. فبالتالي 10% من الديانة الموجودة في بولندا بقت كاثوليكية، بالاضافة في 5% او اقل من 3% بيدينوا ديانات قديمة، أودن وتور اللي هم بتشوفهم في أفلام مارفل. لسه هنا الديانات الوثنية هاي موجودة بنسبة ضئيلة، لكن ما لهمش معبد، ولكن لهم أراضي فاضية الدولة عطيانهم بيروحوا يعملوا فيها عاداتهم وتقاليدهم. يعني هنا في حرية في الديانة كاملة. المهم المعبد ده آخر حاجة هنشوفها النهاردة، في حاجات تانية لسه على الطريق، فيلا بينا. وصلنا لفخر الصناعة الأيسلندية وجوهرة ريكيافيك، قاعة هربة للحفلات الموسيقية والمؤتمرات. المبنى بيتكون من إطار فولاذي مكسو كله بالإزاز، بهندسة معمارية جميلة جدا اللي بتعكس المناظر الطبيعية للجبل اللي وراه والواجهة البحرية لميناء ريكيافيك. وصلنا أخيرا، افتح يا سمسم، إحساس جميل وانت داخل القاعة دي. المبنى يا جماعة كان في الأساس جزء من إعادة تطوير منطقة أستر هوفن اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وكان مقررين يبنوا فيها مركز للتجارة العالمي، وكان حيبنوا فنادق وبنوك وشقق مفروشة ومطاعم. ولكن ما كل يتمناه المرء يدركه، جات الأزمة المالية سنة 2008 ودمرت لهم كل الخطط دي وتوقف التمويل. فبعد ما صرفوا وبنوا نص المكان قرروا ان هم مش هيقدروا يكملوا، اخدوا كل المبلغ اللي باقي وحطوه في قاعة الحفلات الموسيقية اللي احنا يمكن نزورها بعد شوية. والقاعة بدأوا يبنوا فيها سنة 2007 وتم افتتاحها رسميا في 11 ديسمبر سنة 2009، وبتكلفة 164 مليون يورو بس. تخيلوا يا جماعة، سنتين بس وبنوا كل الهلومة دي. انا بعرف دول بتقعد تبني في ساحة 10 سنين، والمبنى ده كله اتبنى في سنتين وبس. اوركسترا ايسلندا السيمفوني، وهذا شكله، هذا علم ايسلندا، وهذا شكل اول حفل اوركسترا. كل اهل ايسلندا متجمعين في القاعة. وللأسف القاعة الموسيقية مغلقة، ولكن ممكن تتخيلوا قد ايه هي روعة، لدرجة انها بتسيع 3500 شخص في نفس الوقت، واخدت جايزة افضل قاعة للحفلات الموسيقية وافضل مكان للاداء في العالم في سنة 2011. وفي سنة 2013 فاز المبنى كله بأكبر جايزة في الفنون، جايزة الاتحاد الأوروبي للعمارة المعاصرة سنة 2013، وزار المكان من وقتها لحد دلوقتي أكثر من 4 مليون زائر من وقت ما اتفتح.
انا زعلت عشان حاجة واحدة بس، اني مش هقدر نشوف الشفق الشمالي ده، لاني لازم يكون فيه ليل، واحنا دلوقتي في الصيف وما فيش ليل، فبالتالي مش هقدر نشوف الشفق وجمال الشفق، فده الحاجة الوحيدة اللي ضايقتني. بس ان شاء الله نشوف حاجات تانية ان شاء الله. طبعا احنا في عز الصيف ما فيش غير نهار وبس، ولازم عشان يظهر الشفق لازم يكون فيه ليل. نيجي مرة تانية في الشتاء إن شاء الله، وده أكيد مش هيحصل، بس إن شاء الله خير، نتفرج على مناظر أحلى وأجمل. وما إننا ماشيين على ممشى مدينة ريكيافيك، خليني أحكي لكم شو هو الشفق الجنوبي عشان أكيد في ناس كتير ما تعرفوش. هو عبارة عن ألوان كده جميلة بتلعب في السماء، والألوان دي ناتجة عن تفاعل الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض اللي بيتركز في شمال العالم، فبتبقى ظاهر أكتر في الدول اللي في الشمال زي أيسلندا، ولكن طبعا بتظهر أكتر في الليل، وإحنا عندنا 6 شهور ليل وست شهور نهار، فمستحيل نشوفها في الصيف للأسف. حاجة في أيسلندا في ريكيافيك، المية العام أي مكان تقدر تشرب منه، أي مكان مية زي التلج، بيقول لك حتى بالشتاء يعني فيك بص ازاي كمان تعبي ازازه من هنا. حتى في الشتاء المايه شغاله لانها بتكون دافيه طالعه من الارض، هم بيتحكموا بحرارتها، فيعني سبيل على روح اهل الفايكنج. المهم المشي الكتير ده جوعني قوي، فسمعت ان في محل سندوتشات هو احسن واحد في ايسلندا، فخلينا نروح ونجرب سندوتشات على الطريقه الايسلنديه. بيقول لك المحل الصغير ده هو اقدم محل موجود هنا واحسن محل هوت دوك في العالم، حتى مشاهير العالم بيجوا ياكلوا عنده، خلينا ناكل سندوتش على الماشي. بص الطابور قد ايه، بص الطابور قد ايه، هذا صغير اشهر محل هوت دوك هنا، هوت دوك كمان معمول فقط من اللحم وليس من الخنزير، قصدي من لحم الغنم يعني. الساندويش جميل جدا يا جماعه، فيه كل ما يمكن تتخيله في الهوت دوج، موجود فيه بصل وتوم وجبنه، المهم فعلا اسم على مسمى المحل، افضل مطعم في المدينه. وفجاه يا جماعه الخير النهار بقى ليل والدنيا غيمت وبقينا كاننا في عز الشتاء. المهم احنا بندور على المركز الوطني للتراث الثقافي، بس يعني هنلاقيه قافل، هنتحنس ونشوفه من بره ونرجع كالعاده بسبب الكورونا، بس بنروح جينا وجينا. يعني في ناس كتير قالوا لي لازم تزوره، هزوره حتى لو قافل، خلاص حطيته في الخطه هزوره حتى لو قافل. المهم يا جماعه المركز الوطني للتراث الثقافي ده اللي بيحب تاريخ الفايكنج وعايز يشوف كنوزهم، المكان هنا فيه الكنوز الوطنيه وتحف من ايام زمن الفايكنج، وبتحصل فيه كمان معارض فنيه كتير، وفي مركز مخصوص بالافلام الايسلنديه، وفي معرض قطع اثريه نادره وصور فوتوغرافيه اصليه، يعني اللي بيحب الفن والعلماء ممكن ويشوف تاريخ ايسلندا لازم يزور المركز الوطني للتراث الثقافي حتى لو قافل. البيوت الايسلندية شكلها روعة 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 روعة، البيوت الايسلندية. الجو قلب تاني، بس رايحين نشوف الكاتدرائية، الدنيا بارت بارت، ماشيين في شوارع ريكيافيك، ريكيافيك وبرد برد فظيع. كنيسة هالخرمسكايا، مش معقول الاسم ده، مش معقول يا جماعة. كان واحد بيضربني بوكس في وشي، هالخرمسكايا، كان في حاجة علقة في صوري. حسبي الله ونعم الوكيل على دي أسماء يا أيسلندا. المهم الكنيسة اللي اسمها كده هي اتسمت على اسم الشاعر والقصة المشهور هالجيمرور بيترسون، شاعر ايسلندي مشهور، والكنيسة على تبع الطائفة اللوثرية، والهندسة المعمارية بتاعتها جميلة جدا، موجودة على مبنى مرتفع على تل، فعشان كده في اي مكان وانت في ريكيافيك ممكن تشوفها، وصارت معلم من اهم معالم المدينة، وممكن كمان تطلع بالاسانسير لفوق وتشوف منظر بانورامي للمدينة، وهذا في وقت غير وقت الكورونا. يعني بيقول لك في غير وقت الكورونا المكان هنا زحمة جدا والطوابير لازم تيجي بدري عشان تلحق تطلع لفوق، والحمد لله خاوية على عروشها يا كنيسة هالجرمسكريكيا.
عرفت انطقها اخيرا الحمد لله. ضخمة جدا 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 جايب اخي لدرجة ان العالم بصوا قد ايه نمنم جنبها نمنم. ومعلومة يا جماعة أول مرة أعرفها، إحنا واقفين قدام النصب التذكاري الأشهر بطل في عصر البايكنج في أيسلندا، البطل ليبر إريكسون. وليه هو مشهور؟ علشان هو أول أوروبي يوصل أمريكا، وصل أمريكا سنة 930 ميلادية وقبل 500 سنة من كريستوفر كولومبوس. يا جماعة ده اللي اكتشف أمريكا. والتمثال هدية من الولايات المتحدة، حطوه هنا سنة 1930 بمناسبة ذكرى الألف لوصول ليبر إريكسون لأمريكا الشمالية. التمثال وزنه 50 طن، وهو والعمود عاملين شكل كده مايل كأنه قوس اللي يشبه مراكب الفايكنج، عشان يفكرنا برحلته وعبور البحر لأمريكا. هو راح على أمريكا وقعد فيها 3 سنين وسابها ورجع تاني على أيسلندا، وما كانش فكرة المستوطنات دي لسه اتبنت في راسهم، هو مجرد راح وقعد في البلد جربها ورجع، ما فكرش يعمل مستوطنة. ولكن هو أول واحد وصل لأمريكا، تخيلوا معلومة جديدة، قبل كريستوفر كولومبوس. تخيلوا من الجراج ده قوي ورد وزهور في وسط السماء اللي ما بتطلعش فيها شمس دي، بس احنا محظوظين ان طلعت الشمس نص يوم على الأقل. تين في شوارع ريكيافيك ما لقي إيه غير هذا المطعم، مندي سوري أصلي سوري تماما، شاورما مندي. يا ترى هنشوف جوا ايه؟ خلينا نخش ونتفرج، يلا بينا. السلام عليكم. أهلين من سوريا؟ سوريا. ايه اهلا وسهلا. مبسوط هون بالبلد؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. مية مية. مية مية. بس انا شايف شاورما سمك، هي شلون شاورما سمك صارت؟ هاي طريقة جديدة سويناها هون، يعني شاورما السمك وشاورما الميكس اللحم والدجاج سوا. حلو. لا منيح بس هلا وضع كورونا كثير، يعني صار كنا نفتح نحن الساعة 3 مساء، هلا صرنا نفتح بس الساعة 12 قل الدوام، وبالويك اند كنا نفتح للساعة 6 الصبح، هلا عم نفتح بس 2. الحمد لله نعمة. بس في سوريين كثير هون بأيسلندا؟ يعني حوالي 300 شخص، 300 400 شخص 300. بس الحد الأعلى هو المغاربة. ايوه كلهم اجوا بالازمه ولا كان في حدا من قبل؟ شلون؟ كلهم اجوا بالازمه من 2015؟ كان في كم واحد سوري هون يعني بينعدوا على اصابع. ايوه جدا يعني، بعدين الازمه بلشت تجي. يعني على الاسعار الغاليه هي اكيد الرواتب عاليه. الرواتب معدله هذا الموضوع. يعني مثلا سندويشة الشاورما هون عامله 1300، يعني حوالي 10 يورو. 10 يورو. احنا عندنا بتعمل بحدود ال 3.5، يعني 3 أضعاف. تخيل 3 أضعاف، لأنه هون البلد ما في طريق غير الشحن، ما في بر. أيوة بس يعني فعلا غالية. شو علب هوا؟ في تشتريها؟ شو تشتري؟ علب هوا ما بينه أكسجين، هوا الهوا الطبيعي تبع أيسلندا. تمام. ما بينه وبيبيعوه. الله. 15 يورو ترجع لك. الله الله ماشي. بيبيعوا الهواء في أزايز، هم دول اللي باعوا الهواء في أزايز. ماشي طيب شكرا. تعرف احنا لازم نعمل لك اعلانات شو اسم المحل ماندي. شاورما السمك وجاية معه هدول الشغلات، ندوق بقى ونشوف شاورما السمك. طيب جدا وكمان اخذ شهادات بالجودة، طيبة جدا. هذا اختراع مين؟ اختراعك ولا؟ اختراع خالي خالي. ايوه بس فعلا ما شفتش حدا بيعمل شاورما سمك. لا هي بلد الشاورما اجباري، بلد السمك اجباري بدها تعمل شيء. ايه بخص السمك. بس روعة. أول مرة في حياتي أكل شاورما معمولة من السمك. طيب جدا 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 جدا.
يمكن عشان اهل ايسلندا بيعتمدوا على السمك في كل حاجه، بس فعلا شيء طيب. هذا المطعم فعلا لازم تيجي تاكله عنده لو انت زرت ايسلندا، مدينه ريكيافيك. المكان الجميل اللي انا بتمشي فيه ده مدينه ريكيافيك. بحب انهي الفيديو بتاع مع النهارده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشجعني لما اشوف عدد كتير مشتركين من الناس في القناه، وتعمل لايك عشان الفيديو ينتشر اكتر، وتبعته لاصحابك اللي بيحبوا الرحلات. واتمنى تكونوا انبسطتوا معنا اليوم، اشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله. سلام.